يلي بده يتحدى هي الحارة من قدى. هذا هو بشير عشان فتح الدكان العصام. شو عرفني؟ مين هذا؟ صاحي مين هذا؟ شرفتونا عمي. هلا السلام يا عمي. يلا ناطرك. عمرك عمي. هذا اكيد عم ابو عصام جاي. رجع ما بدنا نفتح لحدا. بس يا ابي الزلمه جاي يزورك. لك قلت لك رجع ما بدي استقبل حدا. يعرف قيمة حاله انت. امشي خير امشي شوف شو في براسه. ابوك ادرب الشيء اللي عم يساويه. لك يا خالتي هذا الشيء اللي عمله ابي اسمه عيب ما بيصير. شو هاد؟ شو هاد ولك زافير؟ اللي عم تعمله واللي عم تحكيه هو العيب. لك الزلمه اجى لباب بيته هيك بيساوي. اي واذا ابوك بيعرف شو عم يعمل؟ اهل الحاره انت ما بتعرفهم. انا اللي بعرفهم بعرف داخليتهم وقصصهم ومشاكلهم وخابستهم وعجنتهم. ولا هذا ابو عصام حلس ملس نجس. شو يا مو لقيتوه؟ لقيناه وما لقيناه. شو حزيرة هاي لقيناه وما لقيناه؟ وين اخوك معتز؟ راع على بيته. خلص يا مو خلص مشان الله حاج يغلى قلبك عليه. ليكو هلا تك بيجي. ها ليكو. هي شو ابي يا مو؟ مساء الخير. مساء النور. ليش لهلا يا ابي؟ اوه ليش السؤال؟ لانه الدنيا مو امان وضروري تغلي قلبنا عليك؟ بسيطة سعادة حقك انا علي بحق امي تعشيتو؟ لا رح نحط العشاء. امشي امي. يلا يا عمو يلا. شباب التاني يا بي مين كان عندك بالدكان؟ بالدكان؟ ايه بالدكان. بعدين يا بي ليش لحتى تروح لعند ابو ظافر؟ منو هاد حتى توقف على بابه؟ تدق بابه ما يفتح لك؟ منو هاد؟ ليش تعمل له قدر وقيمة؟ ليش؟ هذا حال البلد أبي. هذا حاله أنت شايف بعينك والناس كلها شايفه. الله يرضى عليك وأنا ما بعمل غير واجبي. ولا لازم أقعد بالبيت هيك أقعد مثل حريم هيك بتكون؟ يا أبي بس نحن شو بدنا بقصص هدول الأحزاب؟ والله مو ناقصنا مو ناقصنا هدول القصص لا أنت ولا نحن. وهدول الأحزاب لإيش؟ يا محلاهم وقت الانتخابات بيصيروا بيحتاجونا ووقت بتخلص الانتخابات خلاص بيطوطونا خالصين. معلش يا ابي معلش ما بصير. الله يرضى عليك ما بصير. اسمعوا
في شي مهم وفي شي هام. البلد قام، الشام قام، الحال دارة والناس مملاهية تاكل. اللقمة صعبة للعظام والله صعبة. ايه والله صعبة. وشو دخلوا هذا ابو طراب ابو ظافر لحتى تروح لعنده؟ دخلوا ابي، دخلوا انه لازم يعرف، وانا راح اعمل واجبي واعطيه خبر. عرفت بقى؟ ايه وشو عمل هو؟ ما فتح لك الباب؟ وسمعت بابنك شو قال؟ سمعته ابي، سمعته كما سمعته، سمعته مثل ما انتو سمعتوه كمان. الايميلك ابي مش حادي، الايميل بتنشرها والناس عم تعطي عليك، معناتها بيعرفوا قيمتك حتى لو سبوك. لك هذا الزلمه ما في عقل لك ابي، والزلمه زينته عقله. لو في عقل كان عم كرم لابنه، هو عم كرم لابنه لك ابي. لانه ندل طول عمره ندل. لا لك عظام، هيك بزعل منك لك ابي. هذا الحكي ما بيطلع منا نحن، هذا عيب. وبشير يا ابي. بشير شوف عصام، انا حقول لك كلمتين، انت واخوك معتز بتخبروا كمان للتاني. اللي شفتوه بعينكم اليوم تنسوه، تنسوه وبس، ما بيجيبوا سيرته. واذا بسمع كلمه هيك ولا هيك، والله العظيم هي يمينا بالله رح تشوفوا مني شيء ما شفتوه بحياتكم. قص نص اذا وصل الحكي هذا لامكم. فهمت؟ فهمنا يا ابي فهمنا. طمن ما رح نقول لها شيء. ليش هي ناقصها؟ اللي فيها مكفيها. يلا العشاء جاهز. معلش يا عمو انا مالي نفس، راي على بيتي. تصبحوا على خير. عليتوا صوتكم ولا وطيتوا؟ هن انتوا حاطين ما في غيرهم. ها كل واحد يطلع وصيله، لا حدا يغلط، ها لا حدا يغلط، حدا موجود. يا صباح الخير يا عمي، الله يرضى عليكم. صلوا على النبي شوي. يا اخي يا اخي بس خلينا واحد نور واحد نور. عمي دخل الباب يا ابو عصام، ما بدنا حدا يتدخل بالدرك. يلا روح سكر الباب. روح تبرد سكر. يلا يلا بدكم تعملوا مراجل؟ لا تعملوا مراجل على بعضكم. هاي المخبر موجود، روحوا ودوني مراجلكم هنيك. لكن عمي لكن قرصهم الجوع وصاروا خايفين على اللقمة وبلشوا ببعض. لك هذا الفرن فرن بشير وابو بشير. لك بيت ابو بشير هن الاهل الحارة وناس الحارة وكل الحارة. ومن يوم يومه هذا الفرن ما فات عليه شي حرام ولا طلع منه شي حرام، وكله بعون الله. خلاص يا عمي وحده الله، الله يرضى عليكم. وحده الله قبل ما نشوف اللقمه والرغيف خلينا نشوف كرامه بعض. لك شو عاملكم الزلمه؟ مو شايف كرامتكم؟ عجبك هالحكي عمي؟ وهي طلعونا حراميه. استغفر الله العظيم. صغيره عمي صغيره. لك عمي صغيره خلص، وكل الله بشير صغيره خلص. رعب الدن. امرك عمي امرك. ابي ركزوا لنا الدور واحد ورا الثاني، والكل حياخذ خبز. واليوم الفرن ما راح يسكر لتاخذوا كلياتكم. عمي الله وكيلك، اخر عجنتين عندي. شلون يعني؟ الطحين رح يصلك. خلاص خلصنا كل شيء بتدبر. بس شلون؟ ولك خلصنا بقى بشير، خلصنا. اقول لك بتتدبر، بدك تعاتب العالم انت. يلا عمي يلا، هي عبده وسليب والشباب رح يعاونوا. يلا عبده فوت على الميزان وساعدهم شوي لما يجي طحين. يا جماعة كل مين بدوره؟ الله يرضى عليكم. كل مين بدوره؟ بعمرك بعمرك على راسي على راسي يا عمي. وقفوا من الدور بس. دي سليم الله يرضى عليك. انت تقدر تغري على الدكان خالك معتز. شوف شو في عنده طحين، في عنده كيسين ثلاثة يجيبهم. الله يرضى عليك. قوام لشوف تلاقيهم فوق الخرستان الجوانية. قوام
وزع الشراء والبيع عندي، بشير عندي، اخبز والباقي عندي. فهمك يا ابي عصام، انا بحمل معك النص. وانا اللي بالدفع يا ابي. تكلنا يعني؟ تكلنا. يلا روح نشوف. افتحوا باب الحارة، افتحوه. مشي يا عمي، مشي. فوت. بعدين بتعرف. فوت. هددوا العناصر وسكر الباب بوشه. نعم سيدي، انا الي عيون جوات الحاره، يلي فهمته منه انه الناس ضايجه كثير. قصه الخبز وهالشي بكل فران الشام. نعم سيدي. يعني ما في؟ حاضر. نعم سيدي حاضر. باحترامي. باحترام سيدي. يعني ما في وداعم اليوم؟ خلوكم جاهزين. أمرك سيدي. مصرفك.